قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لكل من أحمد الجندي بفوزه بالميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، وسارة سمير بحصولها على الميدالية الفضية في رفع الأثقال، ومحمد السيد بفوزه بالميدالية الفضية في لعبة سلاح السيف. وأكد الرئيس المصري عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا يعد إنجازا جديدا يضاف لإنجازات هذا الجيل، ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر.